السلام عليكم. لو احنا هنتكلم على الفاميلي، فالفاميلي الموجودة في الريفت تنقسم الى 3 انواع. في نوع موديل امبليس، تمام؟ يعني باجي هنا بقول له كومبوننت، بقول له موديل امبليس، وببدأ ارسم فاميلي، بختار نوعها وليكن مثلا اي حاجة، مثلا فرنتشر مثلا او اي حاجة. ودي بعمل فاميلي مش هتستخدم كتير، يعني هي معمولة للمشروع دوت، تمام؟ يعني حاجة مش هتتكرر كتير، انما لو هتكرر ببدا اعمل فاميلي لودابل اقدر احملها في المشروع. دي بترسم انت اي حاجه انت عايزها، تمام؟ مثلا في قطعه رخامه بشكل معين مش محتاجها بعد كده، فبترسمها موديل امبليس سريعا للمشروع دوت وخلاص بالشكل دوت. على سبيل المثال، طيب دي كده اسمها موديل امبليس، دي حاجة في قلب المشروع وبتستخدم المشروع ده بس، تمام؟ مش هنقلها مشروع تاني. طيب لو انا عايز حاجة هتتكرر معايا، فبعمل فاميلي لودابل، بقول له نيو فاميلي، وببدأ اختار الفاميلي اللي انا عايزها. دي انواع كتيرة، الفرق بينهم ان هو بيبقى مجهزها لك الاختصاص بتاعتها. اقولكم مثلا نختار جينرك موديل، ممكن تختار حاجة لايتنج، هتلاقي متظبط على اعدادات اللايتنج. خلينا نختار لايتنج نشوفها، تمام؟ كل واحد فيهم تبقى مجهزة ببعض الحاجات المناسبة للكاتيجوري ديت. زي ما انت شايف لود تقدر تحملها جوه المشروع، لود انت بروجكت هيحملها في المشروع، لود انت بروجكت اند كلوز هيحملها، وبعد كده يروح قافل الفاميلي دي. لو جيت هنا هتلاقي ده نوع الفاميلي لايتنج فيكتشر، وهتلاقي ان هو حاطط لي الاشياء اللي جهز لي دي اللايتنج سورس مجهزه. طبعا لو انت مختار مثلا فرنتشر مش هيحط لك لايتنج سورس، وتقدر تغير اللايتنج سورس من هنا، تمام؟ بعد ما بترسم الفاميلي اللي انت عايزها، تمام، وتقريبا هي نفس الأدوات اللي موجودة هناك تقدر تحملها في قلب المشروع. طيب كنترول تاب عشان أرجع للمشروع اللي أنا كنت موجود فيه. في حاجة اسمها بقى سيستم فاميلي، دي عبارة عن مثلا حاجات جاية مع الريفت وما بتحملهاش وما بتعملهاش، زي ايه؟ زي الضغط، تمام؟ ده سيستم فاميلي، تمام؟ ما بحملوش من ما بعملش داونلود للضغط. انا بعمل داونلود مثلا للاكسسوري، زي مثلا الفاير الدمبرز الحاجات ديت. طيب ايه تاني سيستم فاميلي؟ الوول. يعني لو جيت هنا قلت له وول، ما فيش مشروع هتيجي ترسم وول يقول لك ما فيش وول، ما فيش مشروع هتيجي ترسم ضغط يقول لك ما فيش ضغط، هو ممكن يقول لك الفيتنج اللي مش موجوده، تمام؟ برضو البايب، الكيبل تري، كل الحاجات دي سيستم فاميلي موجودة في قلب المشروع، تمام؟ ممكن تتعلم عليها وتدخل هنا في الايديت تايب. على سبيل المثال مثلا الضغط، هتلاقي هنا ايديت تايب، هتلاقي اعدادات افتراضية للحاجات اللي انت هتشتغل بيها. راوتنج بريفرنس يقول لك مثلا لو انت هتشتغل بالالبو تختار النوع، بتلاقي كذا نوع تختار منهم. لو قلت له نان وجيت ترسم البو مش هيرضى، هيقول لك لا مفيش عندي البو افتراضي. فانت بتبدأ تختار الفاميلي اللي انت عايزها، ممكن يكون عندك كذا حاجة تبدأ تختار منه. دول 3 انواع الرئيسيين اللي عندنا من انواع الفاميلي: سيستم فاميلي، لودابل فاميلي، موديل امبليس.